سيد الأمين العام، سيد رئيس الديوان، سيد الولي، سادة النواب عمران بن وفدي 2024 و10/3/2024 صادرتين عن وزارة الداخلية وجماعة المحلية والتهيئة العمرانية، تم منح إعانة مالية لفائق ميزان الولاية بالله القدر ب1,296,000,000 دينار، يمثل ويتمثل في تعويض نقصة قيمة الجبهة الناتجة عن إلغاء الرسم على النشاط المهني، حيث تم تسجيل زيادة تقدر ب10,000,000 دينار، أي ما يعادل نسبة 0.76% مقارنة بالإعانة الممنوحة خلال سنة 2023 بنفس العنوان، والتي كانت تقدر ب1,247,000,000 دينار. أما بالنسبة لقسم التجهيز والاستثمار لميزانية الولاية تقدر ب1,031,000,000 دينار. يتفرع قسم التسيير بالمبالغ أو الاعتمادات المالية التالية: مبلغ 178,000,000 دينار مخصص كإعانات البلديات والمؤسسات العمومية الاقتصادية لتغطية أجور العمال، مبلغ 2,000,000 دينار مخصص لمصاريف التأمين لفائدة مصالح الولاية، مبلغ 40,000,000 دينار مخصص لنفقات أعياد والحفلات، دينار موزع حسب طبيعة أو حسب النشاطات المختلفة، النفقات المتعلقة مباشرة بمصالح الولاية كالآتي: 80,000,000 دينار مخصص لاقتناء سيارات إدارية ونفعية لفائدة مصالح الولاية، 31,500,000 دينار مخصص لاقتناء تجهيزات مختلفة لفائدة تخصيص مبلغ إجمالي يقدر ب 500,000,000 دينار يتفرع أو يوسع كما يلي: 5,000,000 دينار لاقتناء شاليهات لغابتين فيما يخص قطاع الشباب والرياضة في مبلغ إجمالي يقدر ب 31,000,000 دينار مخصص